السلام عليكم استاذ سالم، حياكم الله، سعدت بزيارتك. جزاك الله خير شيخنا الجليل. جزاك الله خير. احب ان اشكرك على دورك الطيب في التسامح ونشر الخير والكلمه الطيبه. جزاك. ونحن ان شاء الله في عمان على العهد، لا فرق بين سني او ابابي او شيعي او غيره الا بالتقوى. نعم صحيح. فالتقي حبيب من الله وقريب من الدين. صدق. والذي يبتعد عن التقوى بعيد من الله وبعيد من الدين وبعيد من عمان. صدق. فالأرض الطيبة، التربة الطيبة، القرآن، الدين، النبي الكريم يريد منا الأخلاق. نعم. والقرب من الله، هذه الأصول المتفق عليها. نعم. أليس كذلك؟ نعم صدق. هذا الذي نحتاجه في هذه المرحلة. أما خطاب الإقصاء والتكفير والتبديع والتضليل والتفجير، هذا لن ينتج إلا الخراب. نعم صدق. وهذه الرسالة التي يجب أن نوصلها إلى غيرنا من إخواننا المتشددين في خارج عمان، البعض وهم إن شاء الله قلة، وبدأوا الكثير منهم يهتدي إلى معرفة الحق. إنه نحن في عمان منهجنا واضح، الإسلام يجمعنا، عمان تجمعنا، هذا الذي نريده. أما الذي يفتش ليبحث عن القاذورات، عما يفرق الناس في بطون الكتب وينشرها بين العوام بصورة غير نظيفة فيها تدليس، هذا لن يجد من الناس إلا الرفض. والناس العيال كبرت على قولهم، وإن شاء الله سنظل على الخير. وربنا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. علينا بالتقوى، والفرقة الناجية كما يقول الشيخ أحمد الخليلي هم أهل التقوى. أهل التقوى. أليس كذلك؟ نعم صدق. جزاكم الله خير. وأنا في بيت الشيخ أبو أفلح. جزاك الله خير. أكرمنا وما قصر معنا. والله يبارك في هذا الصوت المبارك الذي يحمل اسم عمان وسماحة أهل عمان. والسلام عليكم ورحمة الله. رب الله يهتدي مازن. أخوان، هل نفترق أنفسنا مطمئنة؟ حشاء من أرسى على عمان سلطان في حكمته ضدين نارا وجنة، واللي بذرفتنا حصد ثمر خذلان ما دام شينات النوايا سقنة. هذه عمان، إن كنت ما تعرف عمان، عقولنا ثوب التطرف رمنة، نعانق المسجد بعد صوت الأذان ونسجد إباضية وشيعة وسنة.